يوم من الايام كان راجع من الدوام وكنت قاعدين انا والاهل، فسمعت صوت مال الهورن، ركضت عليه مباشره، فهو نزل من السياره شالني وخلاني بالمقعد. قبل ما هو يصعد انفجرت العقول، ما حسيت يعني نفسي الا بالمستشفى، فاقده ايدي اليمنى واطراف صفر اثنيناتهم. يعني اكيد هي كانت صدمه لي ولعائلتي، لانه انا قبلها بيوم طبيعي كنت العب ويا الاطفال واركض وياهم. تلقيت الخبر تاهيل الاولمبياد بعد بطوله اسيا لاسيا، حصلت الميداليه الذهبيه، طبعا اكيد كلش فرحانه وان شاء الله يعني طموحي نحقق ميداليه بالاولمبياد. والله التحضيرات على قدم وساق، مثل ما قلت لك هو الحين يدخل معسكر داخلي ان شاء الله بغداد، وان شاء الله الى نستمر الى حد ما ندخل في باريس، نروح باريس ان شاء الله نشارك ب 100 متر فراشه. طبعا هو شعور لا يوصف، انا احنا كممثل للوطن ويا مسؤوليه كبيره عليه،